طب بطل عرف نفسك. فوز الشريف من محافظة قنا. طبعا جيت هنا الميدان لأرى الثورة، هذا الميدان اللي ضحى فيه شباب كثير، والشباب بذل دماؤه من أجل أن يجد ثمار الثورة، ولكن بالعكس اللي حدث أنه حكمت أفراد النظام، ولكن ما زال النظام شبه يحكم البلد. ومن هذا الأمر مثلا إلى الآن 80 سجين سياسي موجود في سجن العقرب. هؤلاء 80 سياسي سجنهم هذا النظام الطاغية، سجنهم بحجة قلب نظام الحكم في مصر، واتضح أن هذا النظام أو هذا الحكم لا يستحق أن يحكم مصر. فلما هؤلاء يمكثوا في السجون، وخاصة أن هؤلاء محكومون بقوانين استثنائية كالمحاكم العسكرية، محكومين بمادة الاتفاق الجنائي، مادة 48 الاتفاق الجنائي، وهذه المادة حكمت المحكمة الدستورية ببطلان هذه المادة. فهؤلاء لما يمكثوا؟ أليست الثورة جاءت لتزيل الظلم عن كل الشعب المصري؟ أليس هؤلاء هم جزء من الشعب المصري الذين قبعوا تحت التعذيب والتنكيل سنوات طويلة في عهد مبارك، ليستمر الظلم عنهم الآن بعد الثورة؟ أننا نناشد الجيش والمشير، نناشد الأحرار في هذه البلد، نناشدهم جميعا بأن يطالبوا بالعفو عن هؤلاء السجناء الذين لا ذنب لهم إلا أنهم خرجوا على هذا النظام الغاشم، خرجوا على هذا النظام الطاغية. بقى لهم منهم من له 30 سنة مثل الشيخ محمد الأصواني، ومنهم من له 20 سنة، ومنهم من له 15 سنة، أقل واحد فيهم عنده 13 سنة في السجن. هؤلاء لا ذنب لهم، متى يخرجوا هؤلاء؟ متى يفرحوا بالثورة كما يفرح غيرهم؟ فهذا جزء من مطالب الثورة التي نطالب تحقيقها، وهو العفو عن المساجين السياسيين بسجن العقل. شكرا.